مرحبا بكم أعزائي الطلبة في شعبة الدراسات الإنجليزية بالمغرب. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على موضوع الـ Reading Comprehension، سواء بالنسبة للفصل الأول إس 1 أو الفصل الثاني إس 2. كيكون نفس النظام، الأسئلة في الامتحانات يعني نص، كتكون أسئلة الفهم، المفردات والباراphrasing. أسئلة الفهم والمفردات نوعا ما سهلين، لكن الصعوبة كتكمن في الباراphrasing. لذلك غادي ناخذ مثال حي من امتحانات سابقة ديال الاس ان. كيف ما كتشوفوا اعزائي الطلبة، في الباراphrasing كاين اولا سؤال كيطلب منك اعادة صياغة الجمل بكلماتك الخاصة مع الاحتفاظ بالمعنى. السؤال الثاني كيطلب منك تعمل تلخيص للفقرة. هنا فين الطلبة كيلقاو المشكل، والاغلبية ما كيفرقش ما بين summarizing و paraphrasing، وهذا الشيء بالضبط اللي طلبتوا لي نشرح لكم. بطبيعة الحال بالدارجة المغربية غادي نشوفوا هذا الشيء كامل. اولا بالنسبة للparaphrasing، هو انك كتعاود صياغة الجملة، كتعاود صياغة الجملة بطريقة اخرى وبكلمات اخرى، ولكن كيبقى نفس المعنى. كنبدل الجملة، نبدل الكلمات اللي فيها، ولكن المعنى ما يتبدلش. ونقدر حتى في الطول كيكون قد الجمل اللي عطاوني، قد هذيك اللي غادي نعاود ندير لها الصياغه ديالها. بينما بالنسبه للسامرايزين، هو انك تعاود تاني تكتب ديك الفقره ولا ديك الجمله اللي عطاوك بكلماتك الخاصه، وكتحافظ على نفس المعنى ولكن كتلخص، كتحتفظ غير بالافكار المهمه، ودوك الديتاي ما كتاخذهمش بعين الاعتبار. حنا غادي نخدمو شي امثله وكل شيء غادي يوضح ان شاء الله. بغيتك قبل ما ندوزو الامثله تسجل عندك هاد الخطوات وتطبقهم في البارافرايزين، لانه هو اللي شويه صعب من السامرايزين. اول حاجه في الخطوات انك تقرا وتعاود تقرا الجمله حتى تفهم مزيان، ونعرف الكاتب شنو بغى يوصل ليا بالضبط. ولما ما فهمتش شي كلمه نحاول نعتمد على الكونتكست، من سياق الجمله نفهم شنو بغى يقول ليا. الا فهمت الجمله راح يتع ليا تقريبا واحد 80 70% تاع الخدمه. ثاني حاجه نستعمل مرادفات لدوك الكلمات، يعني ماشي نعاود نفس الكلمات نعاودها وندير التكرار، لا، نبدل ندير مرادفات لدوك الكلمات اللي عاطيني. حنا غادي نخدمو ونشوفو امثله في هادشي. ثالث حاجه اللي كنظن هي مهمه اكثر، هو انك تعاود صياغه ديال التركيبه ديال الجمله. مثلا كانت في الاكتيف، رجع الباسيف فويس. مثلا هادو ثلاثه خطوات مهمين كنظن. ناخذ امثله. اولا في البارافرايزين قال لك every year thousands of tourists visit Marrakesh، يعني كل عام الاف السياح كيزوروا مراكش. هذه الجمله الى لاحظتوا في الاكتيف، كيف ما قلنا غير دابا، ممكن نبدلوها الباسيف فويس الا ذا كان ممكن. ثاني حاجه قلنا نبدلوا المرادفات الكلمات اللي كاينين تما نبدلوهم. شوف معايا الجملة كيفاش غادي تولي من غادي نبدلها. مراكش is visited by thousands of people every year. الأول رجعت هو الأخر، الأخر كانت هي مراكش بديت بها. عفوا tourists بدلت درت في بلاصة people، ولكن المعنى بقى هو ما تبدل ما والو. اتفقنا؟ واش ولات مراكش كتزار بالاف الاشخاص كل سنه. بدلنا الاكتيف درنا الباسيف، بدلنا المفردات ديال التوريست بمفردات ديال بيبل، و المعنى بقى هو. ناخذ مثال اخر باش توضح الصوره اكثر. قال لك uploading a YouTube video can help your business be exposed even further to the online community. نفس الشيء غادي نطبقوه في هاد الجملة الثانية. خاصني نحافظ على نفس المعنى كما قلنا، ولكن نبدل تركيبة الجملة ونغير الكلمات المستعملة. شوفوا كي درت ليها أنا. هنا بدلت كلمة uploading، درت في بلاصتها to post
verb to post نفس المعنى، بدلت كوميونري ودرت بلاصتها world نفس المعنى عندهم، المعنى كيبقى هو غير انا الجملة بدلت الترتيب ديالها وبدلت المفردات. اما في summarizing كيف ما غنشوفو دابا كيكون قل، ليش تشوف هاد الامثلة ديال paraphrasing تقريبا قد الجمل، ولكن في التلخيص كنناقصو علينا ما نخليوش نفس الحجم، كنحتفظو غير بداكشي اللي مهم. نشوفو مثال، هذا هو المثال اللي عندنا، هذا اللي غنخدمو دابا، ماشي البارافرايزين، غنخدمو سامرايزين، تلخيص، هذا اللي نلخصو النص حيت فيه بعض الكلمات اللي صعب نشرحهم، نقراو ونشرحهم. دي امفيبيا which the animals class which our frogs and toads belong were the first animals to crawl from the sea and inhabit the earth. بالنسبة دي يامفيبيا هما البرمائيات، البرمائيات يعني اللي تعيشوا ما بين الماء والبر، بحال السلحفاة البطريق والضفدع. بالنسبة للكلمة الثانية اللي تنظن صعيبة هي كرال، هاد كرال فيها سايلنت دبليو ما تتقراش، كتقرا كرال، هي معنى زحفة، دبة، تنقولوها للثعبان الحلزون، ممكن نقولوا حتى للطفل الصغير. بقاو لينا فراغز و تودز، راهم بزوج نوع من الضفادع كيف ما تنشوفو، هذا هو الفرق بيناتهم كما تشوفوا في الصورة، هذا هو الفرق بيناتهم. هذه الفقرة بغينا نديروا لها التلخيص. أول حاجة الديتاي غادي نشطبوا عليه حيت غير زايد، نشوفوا الديتاي اللي زايد عندنا. ثاني حاجة نشوفوا المرادفات لبعض الكلمات، مثلا هنايا بدلنا بعض الكلمات وشطبنا على داكشي اللي زايد كما تشوفوا. بدلت to crawl درت بلاصه to leave، earth درت بلاصه dry land، ولكن المعنى بقى هو ما تبدلش الفكره الاساسيه. واخا بدلت الجمل، واخا بدلت الكلمات وعاودت صياغه الجمله نفس المعنى ونقص الديتاي ديالها وخليت غير المهم، حيت هذا تلخيص ماشي بارافرايزين، انني تبقى تقريبا قد في الطول، لا هذا التلخيص، هذاك الشيء اللي زايد عندي نحيدو. اللي بدا يقول لي البرمائيات ودخلوا لي فيها الضفادع، هادشي الضفادع هادشي غير شرح غير زايد، الفكرة الأساسية هي أن البرمائيات كانوا أول الحيوانات اللي زحفوا خرجوا من البحار ولا خرجوا من الماء، خرجوا اليابسة، هذا هو الفكرة دي الفكرة المهمة. نتمنى أخوتي تكون الفكرة وصلت وعرفتوا الفرق ما بين البارافرايزين والسامرايزين والخطوات المتبعة باش نديروا كل واحدة منهم. طلبتوا لي سبوكن انجلش وجايدد ريدين حتى هما غادي تلقاهم ان شاء الله في القناة. هاد السيمانة اللي دازت كانت مشغول مع الاس 3 والاس 5 وشوية مع تلاميذ البكالوريا، وكيف ما ديما اي سؤال على الراس والعين خوتي، واللي ما بغاش يطرح سؤال مثلا هنا في التعليق، بغا شي حاجة تبقى خاصة سول عليها فمرحبا، ولا حشم ما بغاش يكتب التعليق مرحبا في الفيسبوك يبعث لي في الخاص وغادي نجاوبه في أقرب وقت ممكن حسب الاستطاعة. وشكرا على المشاهدة وسمحوا لي الصوت ديالي لحقاش مريض، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.